قرر الجهاز الفني الإسماعيلي تنظيم معسكر مفتوح للفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمباراة زد في افتتاحية الدوري المحدد موعدها 14 الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة. وكان إيهاب جلال المدير الفني الإسماعيلي وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى أشرفوا على المران الصباحي والمسائي اليوم الجمعة بوجود كافة لاعبي الفريق. واستغرق المران الصباحي 60 دقيقة وكذلك المران المسائي 60 دقيقة أيضا، واشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع اللاعبين بشكل جيد. وتقدر الإشارة إلى أن محمد بيومي لاعب خط وسط الإسماعيلي لازال يخضع للعلاج المكثف تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي بالنادي، وهناك صعوبة أن يلحق بلقاء زد الرسمي مع انطلاق الموسم الجديد. وتقدر الإشارة إلى أن المسؤولين بالإسماعيلي اعتمدوا دفع عملية لتوزيعها على أعضاء الفريق من مستحقاتهم لدى النادي خلال الساعات القليلة المقبلة للوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم منحهم الغالبية العظمى من حقوقهم قبل بدء مارس الدوري الممتاز.